منذ يومين ونحن نشهد حملة إعلامية مكثفة ضد إيران. هذه الحملة قامت بها كل من القنوات الداعمة للسعودية وأيضا القنوات الداعمة لإسرائيل والخط الإسرائيلي. هذا الحملة أثارت استغرابي وجعلتني أتساءل، ترى ما الذي حدث في هذا الوقت بالذات لكي يشنون هذه الحملة؟ حتى أوضح ما أقصده أقول بأنه اللي صار شنو، أنه لاحظنا قبل يومين أو ليلتين قالوا بأنه الظواهري أيمن الظواهري توفي قبل 3 أشهر، والآن فقط بعض المواقع الجهادية أعلنت الخبر بعدها. ولكن وين المهم، قالوا أين قالوا هذا الحدث؟ قالوا هذا الحدث في الدوحة. بعدها ظهرت بعدها بيوم ظهرت أخبار بأنه قتل، إسرائيل أعلنت أنه قتلوا نائب الظواهري اللي اسمه أو يدعى أبو محمد المصري في وسط طهران. لحد الآن لا بأس. وراها طلعت صحيفة إسرائيلية قالت مشهورة، قالت أنه هنالك نية لتوجيه ضربة نووية لإيران من قبل ترامب، وأن ترامب يخطط لضرب إيران بقنبلة نووية وشن حرب شعواء ضدها. هذا انباوع أنه ما الأمر، لماذا هذه الحملة بهذا التوقيت الغريب الذي بعد فوز بايدن؟ أنا أعتقد هذه أكاذيب يجب أن ننتبه لها ونعرف شنو الهدف من أجلها. يعني ليس الهدف أنه الآن ندافع عن إيران، إيران مشكلتها معروفة ما نحتاج ندافع عنها. اللي أقوله بأنه علينا أن ننتبه لهذه الحملات الإعلامية العجيبة الغريبة. قد يقول بعض لا فعلا هاي أخبار صحيحة، ليست بصحيحة للإطلاق ويعني كذبها علني. ترامب غير وزير الدفاع، لماذا غير وزير الدفاع؟ لأنه هؤلاء رابع وزير دفاع يغيره لأنهم يرفضون سحب القوات من سوريا والعراق. الرجل يريد يسحب كل جميع القوات وهم يحاولون بالكاد يقنعوا بإبقاء بعض القوات. اليوم كان سفير الأمريكي في العراق السابق والآن أعتقد هو مستشار مستقيل، قال بأنه احنا كنا نتحايل على ترامب حتى نقنع ببقي بعض الجنود. يقول له احنا نقول له اكو موجودين 200 جندي بالحقيقة هم عددهم أكبر من هذا بكثير في سوريا، تحديدا شرق سوريا. الرجل يريد يسحب جميع قواته على الإطلاق، وعنده مشاكل مع الموظفين وكبار الوزراء اللي عنده لأن يعترضون على خططه. يجون تسوون حملة إعلامية الآن تقولون لا أكو ترامب يريد يضرب قنبلة نووية إيران وجاي عد العدة ويستعد لهذه المسألة ويحرك قواته. وين قوات الرجل اللي ينسحب للعالم؟ المهم ما هو الهدف؟ السؤال اللي أريد أقوله الآن، ليش يهمني هذا الموضوع؟ أقول إنه يجب أن تنتبه الناس لأكاذيب الإعلام. الإعلام الآن بأكمله رايح على قطبين أو 3 أقطاب رئيسية: القطب التركي القطري والقطب الإيراني والقطب السعودي الخليجي. هؤلاء فيما بينهم خلافات كبيرة جدا، وليست خلافات دينية بالطبع، خلافات على مناطق النفوذ وعلى السلطة وأطماع بشرية اعتيادية كبار يريدون يستولون على المنطقة. كل واحد يستولي على منطقة الخاصة وأن يوسع مساحة نفوذه. هذه القصة بأكملها، احنا نتصور بأنه هنالك يعني حملات إيمانية أو إحقاق الحق أو الانتصار للإسلام والدين والمذهب وما إلى ذلك، هاي كلها كاذيب وعناوين تستدرج المغفلين والأغبياء بصراحة. إذا تقول شنو الهدف من هذه الحملة الأخيرة؟ الهدف من الحملة الأخيرة كما أعتقد يعني تعقيد ملفات على بايدن عندما يأتي يستلم منصب رئاسة أمريكا الولايات المتحدة، الذاك سيجد أمامه ملفات معقدة جدا. الهدف الثاني أنه يحاولون يدفعون إيران إلى الخوف مما يأتي وارتكاب الأخطاء، وهذا بالضرورة راح يساعد ترامب أو يساعد على بقاء ترامب أطول فترة يعني أكثر من لازم. ربما تختلط الأمور وتشن حروب
وتحصل قلاقل. اللي أريد أقوله بالخلاصة أنه إحنا يجب أن ننتبه لما يجري، يجب كأناس أن نفكر بطريقة صحيحة، أن لا نصب الزيت على النار، أن نفكر بأننا نريد أن نعيش بطريقة سليمة. المسألة الآن ليست مشاكلنا تتعلق بالأديان ولا بالمذاهب ولا بالشيعة ولا بالسنة بالسنة ولا أخوان ولا قائدة ولا أمريكا ولا حتى إسرائيل. المسألة الأساسية إحنا عندنا مشاكل يومية حياتية، نريد نبني بلداننا، نبني وطننا، نساهم بتعليم أبنائنا التعليم الجيد، هاي كلها نفتقدها. اللي يجب أن ننتبه لهذه المسألة، اللي يجب أن لا ننساق وراء التحريض، وراء الحملات الإعلامية التي لا بالنتيجة لا تهدف لمصالح الناس، إنما تهدف لمصالح الطبقات الحاكمة. هذا اللي أريد أقوله، وأقول إنه إحنا بدلا من أن نستجيب لدعوات الحروب فيما بينهم، علينا أن ندعو للجميع للتصالح. ولا ما الضير إذا كان الآن بدلا من الخليجيين أو الأتراك أو غيرهم الشعوب طالب بالمصالحة فيما بين الجميع؟ أنا أعتقد رجال الدين أكثر علمانية وأكثر براغماتية من العلمانيين والبراغماتيين نفسهم. ممكن خاصة رجال الدين في إيران، أعتقد هم الآن مستعدين للتصالح، يأخذ صالحه معه، خلي الشعوب تعيش بحر والصالح معه، أكيد راح يتنازلون عن شروط كثيرة ويحصرون مذهبهم الديني بمنطقة مناطقهم الخاصة وخلاص انتهى الموضوع. ابحثوا سبل، حاولوا أن تغيرون عجلة الاتجاه الحركة من العدوانية إلى التصالح والتسامح والعيش المشترك. شكرا جزيلا، وأتمنى تكون رسالتي وصلت. مع السلامة.